أكدت المهندسة هدى فخر الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة وضعت خطة من 4 مراحل لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وذلك لتطوير وتوسعة ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المحيطة بالمشروع. توسعة مطار البحرين مشروع وطني رائد، من الضروري تقديم كل الدعم والمساندة لنجاح هذا المشروع الرائد. أيضا بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة، قامت وزارة الأشغال بوضع خطة من 4 مراحل لتطوير وتوسعة ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق المحيطة لسهولة انسيابية الحركة المرورية في محيط المطار، وأيضا من أجل سهولة وصول المسافرين والقادمين من وإلى المطار.